سلام عليكم. كيف احوالكم؟ حياكم الله الشيخ محمود رضا الخفاجي، شلونك شيخ؟ الله يستر عليك، الله يحفظكم، الله يحييكم. انا من مصر يا شيخ، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يحفظكم ويرعاكم. يا شيخ احببت اخذ من وقتك نصف دقيقة. بالخدمة، تفضلوا. حياك الله. يا شيخ أريد آية من القرآن الكريم تخبرنا عن غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر عجل بني إسرائيل في القرآن، فأنا أريد آية واحدة فقط تذكر غيبة الإمام سلام الله عليه نحاجج بها هؤلاء النواصب. نعم، الآيات في الإمام المهدي. نعم يا شيخ، يعني الإمام المهدي متغيب بقاله ألف موجودة سنة. موجودة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونجعلهم الوارثين. وعنده علم الساعة. فين المهدي يا شيخ؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أيضا نزلت في الإمام المهدي سلام الله عليه. طيب يا شيخ، أول آية حضرتك استدللت بيها كانت في سورة القصص، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فين الإمام المهدي هنا يا شيخ بارك الله فيك؟ ونريد الله، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الآية الثانية بتبين بتتكلم على ناس في عهد فرعون وهامان. يا شيخ ليه حضرتك بتقول إن دي نزلت في المهدي يا شيخ؟ بص يا شيخ ممكن لو تمهلني، لأنه الآن أنا في الوقت ليلا. طيب يا شيخ دلوقتي قبل ما تقول لي الوقت ليلا، قبل ما تقول لي، خليني افتح لحضرتك الكاميرا يا شيخ محمود. دلوقتي كتب التفاسير امامي هي يا شيخ، انت جبت التفسير ده منين؟ امامي تفسير الامثل وتفسير البرهان وتفسير الشريف المرتضى وتفسير مجمع البيان يعني حضرتك جبت التفسير ده من اي؟ نعم، انا ان شاء الله انا اتحفكم ان شاء الله في وقت اخر. طيب حاضر يا شيخ محمد. شيخ محمد، انا اسم رامي عيسى، سني من اهل السنه والجماعه، وسجلت المكالمه، تسمح لي ارفعها على اليوتيوب؟ نعم. تسمح لي ارفع المكالمه اللي حدثت بيننا على اليوتيوب؟ اغلق الخط وهرب، اغلق الخط وهرب. كما سمعتم ايها الاماميه الاثنى عشرين، كما سمعتم يا عوام الشيعة، ايه اللي جاب فرعون وهامان وايه اللي جاب الصالحين في وقته في عهد موسى عليه السلام الى امامكم المهدي؟ شفتم الكذب والتضليل وصل بكم فين يا علماء الشيعة؟ شفتم كيف تستدلون على امامة مهديكم او غيبته بايات لا يصلح الاستدلال بها؟ اللهم اهد عوام الشيعة من ايدي هؤلاء، خذ بأيديهم إلى نور مذهب النفس المطمئنة، مذهب أهل السنة والجماعة.